العاصمة اللبنانية بيروت مها فتحة محامية الموقوفين الإسلاميين. سيدة مها، أبدأ معك من حيث انتهى التقرير. إلى أي مدى تسيس قضايا الموقوفين الإسلاميين في لبنان، وكيف يعني نستطيع أن نتلمس ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا استمعت للكلام اللي تكلم فيه الكريم الصادق البقال، بعرفه شخصيا، وكمان الشيخ نبيل الرحيم بعرفه، وكبت للحقيقة قضاياهم كلياتها. دخلنا للحقيقة ودي ما يسمى الموقوفين أو المحكومين الإسلاميين تعرضوا لظلم شديد، خاصة بعد اغتيال الشهيد الحريري الله يرحمه. كان في تدخل سافر من بعض قوى الأمر الواقع الموجودة بلبنان. من تقصدين بذلك؟ الإرهاب سيدة مها، من تقصدين بذلك؟ نعم، من المقصود بذلك؟ والله يعني نحن بلبنان، يعني انت حضرتكم اكيد كصحفيين يعني مطلعين بتعرفوا كيف الوضع، بس كمشاهدين عرب من حقهم ان يعرفوا الاشياء باسمائها. سيدة مها، مو ضروري يعني تعرفي، نحن هلا نحن وضعنا بلبنان في وضع انقسام. سيدة مها، نحن نتحدث الى محامية، اسمح لي الشهيد الحريري، اسمح لي سيدة مها من فضلك، يعني احتراما سيدة مها، تطال يعني انا افهم انك لا ترغبين في الاجابه عن السؤال، لكن على كل الاحوال انا اتحدث الى محاميه، وطبعا عندما تتحدث محاميه تحدد المتهم وتتحدث عن ادله. نعم، ولكن أنت تتحكم إلى محامي ليس إلى قاضي، هذا نعم. الفرق. لا، أنا أتحدث عن محامية، من تتهمين وما الدليل؟ أنت عم تحكينا عن الوضع الإسلاميين، الوضع الإسلاميين عم قل تعرضوا لظلم شديد، سواء بموضوع التوقيفات الاعتباطية أو بموضوع التحقيق الذي جرى في سكنات الجيش تحت التعذيب في أقضية التحقيق تحت الأرض، وعند قاضي التحقيق كان يمنع عليهم أن يغيروا إفاداتهم وإلا سوف يتعرضون للتعذيب مرة أخرى، وكانوا في التحقيق الأولي يجبرون على التوقيع على محاضر لم تقرأ عليهم، وعندما يرسلون إلى المحكمة كانت المحكمة تعتمد التحقيق الأولي دون مناقشة الأدلة. طيب. الأحكام كانت جائرة، مثلا بموضوع فتح الإسلام أو ما يسمى بأحداث نهر البارد، بعد 7 سنوات بدأت المحاكمات بعدما اتخذ القرار لتفريع الملفات، لأن الملف كان كبير، قرار الزمني شمل أكثر من 425 متهم. طيب سيدة مها، يعني بالأرقام كم عدد من يعتبرون موقوفين إسلاميين في لبنان؟ كم عدد الذين حكموا بالفعل ومن لا يزالون ينتظرون صدور أحكام بحقهم؟ فعلا في هذه السنتين هذه السنة والسنة التي سبقت معظم الملفات صدرت فيها الأحكام، لم يبقى إلا بعض الملفات، في ملف فتح الإسلام وفي ملفات عبرة أو ما يعرف بأحداث صيدا، تعرف بأحداث شيخ الأسير. الملفات عبرة بعد لا تزال المحاكمات تجرى أمام المحكمة العسكرية، وفي بعض فروع من الملف الكبير لمصالحة الإسلام لا يزال عالقة أمام المجلس العدلي. بس أعطيني عدد سيدة مها، عندك فكرة عن العدد؟ سيدة مها، هل لديك فكرة عن العدد بالتحديد؟ العدد الذين لا يزالون ينتظرون المحاكمة، ولكن هم يعني طيب يعني تدنى العدد يعني لحدود 100 او 150 حرصاً اكثر. حرصاً على العداله سيده مها، الان وانت تقولين ان هناك من عذبوا ومن انتهكت حقوقهم، ما هو الطريق لاحقاق الحق، لاحقاق العداله؟ الى من من الممكن ان تتجهين؟ والله انا بتجه اول شيء للضمائر، للمجتمع الدولي، لجمعيات حقوق الانسان، للأمم المتحدة، أنه فعلا يكون في ناس يحاسب السلطات التي تقوم بالتعذيب. التعذيب ممنوع، تعذيب، نحن بشر، نحن ناس،
في ادله صار في وسائل متطوره جدا في التحقيق. نعم. طيب. ولكن التعذيب والارغام على توقيع على محاضر لم تقرا والقيام بحبسهم في اقضيه التحقيق وصلت الفكره سيده مها وتعليقهم البلانجو والامور وصلت الفكره سيده مها. يعني الموضوع شائك وطال امده في لبنان. شكرا لك مها فتحه محاميه الموقوفين الاسلاميين. وينتظر نعم والموضوع ينتظر أماشي كما شرط في ذا أيضا ينتظر رد فعل السلطات الرسمية في لبنان على هذه الاتهامات أيضا. كنت معنا من بيروت. فاصل قصير ونواصل. أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامجنا العربي اليوم، نتناول فيه مسألة الاستيطان في الضفة الغربية. فوفقا لجماعة السلام الآن فقد سجلت إسرائيل العام الماضي مستوى قياسي على مدى 10 سنوات في عدد المناقصات التي طرحتها للبناء في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الزميل حمزة محمود أعد لنا التقرير التالي حيال هذا الموضوع. تنتهك إسرائيل القانون الدولي بتحطيمها رقما قياسيا ببناء المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس، وذلك من خلال مشاريع استيطانية تشكل ركيزة من أهم ركائز الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بعد عام 67. مؤسسة السلام الآن الإسرائيلية ذكرت مؤخرا بأن ارتفاعا بنسبة 40% قد طرأ على أعمال البناء في المستوطنات خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2013، إذ وصل العدد إلى بناء 460 وحدة استيطانية شهريا. نرى أن حكومة نتنياهو تكثف جهودها في بناء المستوطنات وتوسعتها، وهذا يمثل عقبة أمام حل الدولتين، لأن الحكومة لها هدف واحد واضح وهو توسيع المستوطنات. وبذلك تفرض إسرائيل واقعا جديدا على الأراضي الفلسطينية باستغلالها اتفاقية أوسلو التي لم ترسم حدودا واضحة لمشروع الدولتين، إذ أقيم جدار الفصل الإسرائيلي وازداد النشاط الاستيطاني الذي كان آخره عملية بناء 3100 وحدة سكنية بدأت العام الماضي دون حصول بعضها على تراخيص رسمية، فيما أطلقت عمليات استدراج عروض لبناء 4485 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس عام 2014. علينا الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية، وسوف نسعى لعرض قضيتنا هناك، لأن إسرائيل دولة خارجة عن القانون وتنتهك القانون الدولي وترعى جرائم الحرب بما في ذلك أنشطتها الاستيطانية. وفي الوقت الذي تتوجه فيه السلطة الفلسطينية لرفع قضايا قد تأخذ سنوات للبت فيها ولا يصدر عنها قوانين ملزمة، تستمر إسرائيل في بناء المستوطنات وزيادة عروض المناقصات في مسعى واضح لفرض واقع جديد يجعل حلم السلام وحل الدولتين أثر بعد عين. نرحب بالسيد جميل البرغوثي ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من رام الله القائم بأعمال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا بك سيد جميل، ماذا أبقى الاستيطان للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس؟ يعني بالتأكيد أولا مساء الخير لك وللمشاهدين، وبالتأكيد حكومة الاحتلال هي حكومة استيطان وبشكل دائم تمعن الحكومات المتعاقبة في المشاريع الاستيطانية وتنفيذ مسودات المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية، ونحن نشاهد كم هي حجم أو مساحات أراضي الدولة، أصبحت حوالي 1,200,000 دنم، وهناك حوالي 1,016 كيلو متر مربع مناطق عسكرية، وهناك حوالي 520 دنم هي مناطق نفوذ للمستوطنات بالإضافة للمستوطنات بالإضافة إلى 520 تقريبا موقع ما بين مستوطني وبؤرة وموقع عسكري في أراضي الضفة الغربية. حقيقة هو لم يبقى شيء، هناك تسارع في المشاريع الاستيطانية وكل يوم تزداد عمليات الاعتداء والقرصنة. طيب. على الأراضي الفلسطينية والممتلكات الفلسطينية. أعطيني نسبة من أجل تقريب سيد جميل، اسمح لي، يعني أعطيني نسبة من أجل تقريب الرقم من المشاهد التي يشاهدنا اليوم.
إذا يعني هناك نسبة بين يعني عام 2013 وعام 2014 هو حقيقة تزيد على 40% في البناء الاستيطاني أو الوحدات الاستيطانية، وهناك ما لم يتم الإعلان عنه وما يسمى بالبناء الصامت في المستوطنات هو أضعاف ما يتم الإعلان عنه. ويعني حركة السلام الآن وموقع مراقبة الاستيطان ومركز المعلومات في شؤون الجدار والاستيطان وأكثر من مؤسسة تتابع هذا الموضوع، وكل يوم نشاهد هناك أرقام جديدة، وهناك تقوم قوات الاحتلال بحماية قطعان المستوطنين الذين يتم على الاعتداء. يعني النسبة الحقيقية هي تزداد بشكل يومي، وكل لحظة هناك اعتداء على الأراضي، وبالتالي ما أعلنت عنه السلام الآن هو حقيقة على الأرض موجودة. ويعني ما تحدثت به من بناء صامت هو أضعاف ما يتم الإعلان عنه وأضعاف ما يتم بالوحدات الاستيطانية، وبالتالي تم في 2015 حوالي 15,000 وحدة استيطانية ما تم تنفيذها. أين 15,000 وحدة استيطانية في خلال شهرين فقط، أين تحديدا؟ لا لم تكن في خلال 2000 يعني شهرين، هي في 2014 تم تنفيذ حوالي يعني 2015، يعني ما زالت لا توجد أرقام، ولكن هناك قرارات من قبل الحكومة بمخططات والمصادقة وتنفيذ. طيب أريد أن أفهم منك يعني جملة ذكرت في تقرير جماعة السلام الآن، يقولون أن الزيادة نسبة 40% تخص المستوطنات المعزولة والمستوطنات الخاصة بمنطقة القدس. لماذا القدس نفهم تخص التهويد، لكن ماذا ما هو المقصود بالمستوطنات المعزولة؟ أين تقع هذه المستوطنات؟ يعني المستوطنات التي هي يعني هناك في التسوية أو في السلام كانت يعني تطالب حكومة الاحتلال بشكل دائم أن تبقي بعض المستوطنات في الضفة الغربية، وهذا مرفوض من قبل القيادة السياسية الفلسطينية، ولكن البناء يشمل جميع المستوطنات. هناك أكثر من 159 مستوطنة و119 بؤرة استيطانية يتم البناء فيها بشكل دائم على كل الأراضي الفلسطينية. يعني كل المستوطنات أو كل المواقع الاستيطانية في الضفة الغربية هي يوجد فيها نشاط استيطاني وتوسع وبناء وحدات استيطانية جديدة، وهناك استيلاء على أراضي جديدة بشكل دائم في هذه المستوطنات، بالإضافة للمستوطنات الكبرى والتي بتعتمد عليها حكومة الاحتلال أنها تساوم أو تحاول التفاوض عليها لإبقائها في أراضي الضفة الغربية، بالإضافة للتركيز على منطقة القدس وشرق القدس وغلاف القدس للسيطرة على مناطق إيوان وصول من شرق القدس وصولا إلى البحر الميت مرورا بمعالي أدوميم ومستوطنة كيدار. هذه المساحة الكبيرة من أراضي الضفة الغربية التي تشكل يعني تقسم الضفة الغربية إلى معازل جنوب ووسط. شيء جميل، يعني الأرقام مخيفة، الانتقادات الموجهة للاستيطان أيضا متكررة، فضلا عن أن الاستيطان يعني يعزل المناطق الفلسطينية جغرافيا عن بعضها البعض. طيب كل هذا معلوم، ولكن هل في تحرك جدي من قبل السلطة الفلسطينية أمام المحافل الدولية من أجل وقف هذا التطور في بناء المستوطنات؟ بالتأكيد، يعني القيادة السياسية الفلسطينية وعلى رأس السيد الرئيس عندما ذهبت إلى محكمة الجنايات الدولية وتركت وجعلت من ملف الاستيطان هو الملف ذات الأولوية بالإضافة لجرائم الحرب في غزة والضفة، إذا يعني في هناك يعني جدية، وهناك الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة إسرائيل ومحاسبتها على هذه الجرائم. طيب التي ترتكب بحق شعبنا. بس يا سيد جميل، في رأي استشاري، اسمح لي، في رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية سابقا اعتبرت في الجدار العازل غير قانوني وإسرائيل ملزمة بدفع تعويضات، وأكدت أيضا المحكمة أن المستوطنات تنتهك القانون الدولي، وخلصت المحكمة إلى أن الدول كافة ملزمة بأن لا تعترف بشرعية الوضع. كيف بنت السلطة الوطنية الفلسطينية على هذا القرار الاستشاري الصادر أساسا؟ كيف استفادت منه؟ يعني بنت أن يعني حتى المقاومة الشعبية الفلسطينية، حتى الحراك السياسي الفلسطيني مبني على هذا القرار، ولكن إسرائيل ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية. أنا بدي الجهة الرسمية يا سيد برغوثي. تمعن في الجرائم.